أن المعرفة نقشت على شيء لمات من رآها من حسنها وجمالها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. من هو الولي؟ ولي الله، العارف بالله. من هو الولي؟ باختصار هو الحبيب. في حديث الولاية، الحديث القدسي المشهور الذي رواه البخاري، أن الله تعالى يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. ولي الله يعني حبيب الله، فإذا أحبه الله كما ورد في الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر. انظروا إلى القوة، انظروا إلى هذا العز وهذه الرفعة عند الله جل وعلا. ولي الله هو المسلم الذي ترقى، الذي اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال الصالحة، وكان جميلا طيبا طاهرا عفيفا كريما حسن الأخلاق، فيكون جميلا بعين الله، وإن الله جميل يحب الجمال. من الذي علمنا الحب؟ من الذي أوجد الحب أصلا؟ هو الله. فالله يحب، كما قال سبحانه وتعالى: يحبهم ويحبونه. الولي هو القريب، هو الحبيب، هو النصير، هو الذي ينصر الله وينصر دين الله. فمن اقترب إلى الله وأحبه ونصره كان الله وليه، يحبه ويقربه وينصره، كما قال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولي الله العارف بالله هو الذي لا يبتدع بالدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الولاية يا أخوة هي اتباع. المسألة لا تحتاج إلى تعقيد وإلى فلسفة وإلى طلاسم. لو أن إنسانا أدى الصلوات الخمس وزاد على هذه الصلوات السنن الرواتب، والتزم بأذكار الصباح والمساء، ولم يغتب أحدا، ولم ينظر إلى الحرام، وطهر لسانه وبصره عن كل ما يغضب الله، وكان عفيفا لا يأكل الحرام، تاليا لكتاب الله سبحانه وتعالى، مصاحبا للصالحين، هذا الإنسان لو استمر فقط على هذا النهج وهذه الطريقة، هذا يصل إلى الولاية، يصل إلى هذه الدرجة. الولاية ليست حكرا على أحد، الولاية يملكها الله وحده جل وعلا. هو الله الذي إذا أحب يهب، ولا أحد يستطيع أن يهب لك الولاية، لا ولي مقرب ولا ملك مرسل ولا جن ولا إنس، لا أحد يستطيع أن يهب لك الولاية، إنما هي صلة بينك وبين الله. والله سبحانه وتعالى يرى ما في قلبك، ويعلم نيتك، ويرى أعمالك. تريد فعلا الوصول إلى هذه الدرجة وإلى هذه المرتبة، وصبرت وقاومت وجاهدت لوجه الله الكريم، ستصل بإذن الواحد الأحد. ولكي تصل لا بد عليك من التعلم العلم الشرعي، حتى لا تقع في البدعة ولا تضل الطريق. تذهب إلى العلماء الربانيين، تطلب العلم، تحفظ كتاب الله، وتتعلم الفقه، وكيف تصلي، وكيف تتطهر، وتتعلم الأخلاق من التزكية والتربية والتصفية. لن تصل إلى الله إلا بالعلم. من أول الخطوات إلى الله العلم، أن تتعلم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على نور وهداية وبينة. إذا وصلنا إلى الكرامات وإلى مرتبة القرب الإلهي، يجب أن تقف وتبسط للناس الحقيقة أن الله على كل شيء قدير، وأن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن الكرامة للولي والمعجزة للنبي، وأن أولياء الله قديماً وحديثاً وفي كل زمان ومكان موجودون، وأن الولاية قائمة إلى يوم القيامة. أحباب الله لا ينقرضون عن الأرض، وإنما هم أخفياء أنقياء أتقياء. يجب أن نعلم المريدين أن مريم ابنة عمران وهي لم تكن نبية كان يأتيها رزقها من الله كن فيكون، أن نعلمهم كما في حديث البخاري ومسلم أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء حندس، يعني شديدة الظلام، فخرجا من عنده فأضاءت عصا أحدهما فجعلا يمشيان في ضوئها، فلما تفرقا أضاءت عصا الآخر. هؤلاء الصحابة وليسوا أنبياء. يجب أن نعلمهم أن من وصل إلى الحب الإلهي وإلى هذه الدرجة من الولاية أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوته. أن نعلمهم ونخبرهم أن هناك خوارق للعادات تحصل للولي المتبع الصادق وليس للمبتدع الكاذب. أن نعلمهم في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم الثلاثة الذين أووا إلى غار فانحدرت صخرة كبيرة من الجبل فسدت عليهم الغار، وهذه الصخرة لم يستطيعوا أن يحركوها، فدعوا الله، كل واحد منهم دعا الله بصالح عمله. الأول كان أمامه أن يزني فترك الزنا لوجه الله، فدعا الله بهذا العمل: يا رب إن كنت تركته لوجهك فأرجوك حرك هذه الصخرة، فتحركت. ثم الآخر دعا الله ببر والديه فتحركت، والثالث كذلك كان أمينا في المال. الحديث مشهور لا أريد أن أطيل عليكم، فانفرجت الصخرة كاملة. من الذي حركها؟ حديث صحيح في البخاري ومسلم. من الذي حرك هذه الصخرة من غير أن يلمسها أحد؟ إنه الله، إنه الله القدير سبحانه. اسم الله القدير لابد أن يكون في حياتنا. إن كنت مؤمنا صادقا طائعا حبيبا لله فإن الله معك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لاحظوا، في الحياة الدنيا. إذن هناك ولاية حقيقية في الحياة الدنيا، وهذه الولاية لا ينالها كاذب ولا ينالها مبتدع ولا ينالها مرتزقة، إنما ينالها المخلص الصادق الذي لا يريد إلا وجه الله بحق وصدق، يريد فقط أن يرضى الله عنه. لأن ماذا بعد رضا الله؟ ملك الأكوان، ملك المجرات، يرضى عنك أنت ويحبك ويعرفك، ماذا تريد بعد ذلك؟ الذي بيده الخلود والزمان والمكان، الذي يملك خزائن السماوات والأرض، ماذا تريد بعد ذلك؟ لذلك الصادق يذوب ويتلاشى، لا يرى نفسه بعد أن يصل إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ويخبرنا عن هذه القصص، لماذا؟ حتى نتعلق بالله حقا، وأن ننظر إلى الله بنظرة القرب والقدرة سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، كل يوم نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. القدير سبحانه، وهو على كل شيء قدير حقيقة. والحديث الصحيح
أن سارة امرأة إبراهيم عليه السلام عندما رآها أحد الملوك وكانت ذات حسن وجمال فأراد أن يعتدي عليها، فلما أراد أن يلمسها انشلت يده، فقال أدع الله لي أن يفك يدي، فدعت الله فعادت يده كما كانت، فردها إلى إبراهيم عليه السلام. ولو تكلمنا عن الكرامات ما انتهينا. على مر التاريخ الإسلامي الناس يرون ويعرفون ويتذاكرون كرامات الأولياء. الكرامات موجودة والخوارق موجودة، وهي من الله وليست من الولي أو من البشر. الولي لا يملك ولا يعلم الغيب، إنما هي نفحات إلهية وهبات ربانية تهب عليه متى ما أراد الله، ولا يملك شيء. الأنبياء في القرآن الكريم يقولون ولا نعلم الغيب. موسى عليه الصلاة والسلام عندما انقطع عليه الطريق هو وقومه، يعني أمام البحر، يا موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسى والأنبياء ما هم إلا عبيد تحت أمر الملك القدير سبحانه، ما عنده حل. لما أتى الوحي اضرب بعصاك البحر، هنا أتى الأمر، ذهب وطبق ما أمره الله به. محمد صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لا يوجد ولي صادق صالح يفتح بيته ويقول أنا ولي وأنا عندي كرامات ثم بعد ذلك يأخذ من الناس الأموال، هذا ليس ولي، هذا شيطان. مستحيل أن يصل أحد إلى الله ثم بعد ذلك يضحي بأعلى هذه المواهب بأدنى وأخس المطالب الدنيوية، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. هؤلاء يلعنهم الله سبحانه وتعالى. الدين لا يتاجر به، لن يصل إلى الله إلا من أراد وجه الله بصدق وإخلاص. وأولياء الله الصادقين إذا حصلت لهم هذه الكرامات وهذه الخوارق يكتمونها ويسترونها. هناك يا أخوة يعني من المؤمنين من تعلقوا بالله حقا، من يحبون الله حقا، من هم باتصال دائم وحي، هم يعيشون جنة الدنيا. هناك من دخل هذا العالم، لذلك يعبر أحدهم يقول لو أن المعرفة، يقصدون بالمعرفة الولاية، لو أن المعرفة نقشت على شيء لمات من رآها من حسنها وجمالها. هذه الكلمة التي تكلموا عنها، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، لو أن الملوك وأبناء الملوك يعلمون ما نحن فيه من سعادة لقاتلون عليها بالسيوف. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله في القرآن يعلمنا أن الله قريب وأن الله مع المحسنين وأن الله ولي الذين آمنوا وأن الله ينصر من ينصره وأن الله يدافع عن الذين آمنوا وأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. آيات بحر، القرآن من أول إلى آخر يربطنا بالله سبحانه وتعالى ويخبرنا جل وعلا أن الذي يصبر ويجاهد نفسه ويترك المحرمات ثقة بالله، الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنه. المؤمن موحد لا يرى إلا الله، يرى أن القوة كلها لله، لا يشرك بالله أحدا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا في قبره صالحا، إنما اتجاهه واتصاله بالله الواحد القهار، لأنه يعلم يقينا أن الله هو الأرحم وهو الأقرب وهو الرؤوف الودود الأكرم سبحانه وتعالى، فلا يذهب إلا لله ولا يطلب إلا من الله، فهو بالله ومع الله وإلى الله. نسأل الله العظيم أن يقربنا وأن يجعلنا في أعلى عليين مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك.